لداود السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه يوم إلى يوم يذيع كلاما وليل إلى ليل يبدي علما لا قول ولا كلام لا يسمع صوتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقصى المسكونة كلماتهم عزيزنا المشاهد بهذه الكلمات الجميلة العظيمة من المزمور التاسع عشر مزمور لداود كما جانا في الكتاب المقدس وباسم يسوع المسيح نحييك أنا والإخوة والأخوات اللي معايا ولا ضيفنا العزيز أخونا الكريم الدكتور حليم أهلا بك أهلا بكم اهلا بك اهلا نحب نطرح عليك اول سؤال تكلمنا سابقا في الكتاب المقدس كثيرهم يقولون محرف مزيف الى اخره لكننا احنا تكلمنا على مصداقيته والكتاب المقدس يشهد لنفسه وتكلمنا كذلك على موضوع الكتاب المقدس، بماذا يبشرنا؟ اليوم نحب نتكلم على معرفة الله، من أين جاءت معرفة الله للإنسان؟ ونحن نعرف أن في العالم منذ فجر الخليقة آلهة كثيرة الإله عبد الشمس، عبد القمر، عبد الحجار، عبد الحيوانات إلى آخره، لكن الله الخالق من اين جاءت هذه الفكره للانسان هل بعلمه بجهده بتدينه الحقيقه يعني الموضوعات اللي احنا بنتناقش فيها تعتبر من الموضوعات الاساسيه والرئيسيه اللي المفروض يعرفها كل انسان موجود على سطح الارض لأن بدون معرفه الله لا يمكن للانسان ان يحيا في سلام او يشعر بالراحه او السعاده التي يريدها له الخالق صح في سفر ايوب اصحاح 22 عدد 21 يقول تعرف به وكن معه في سلام بذلك ياتيك خير يبقى اذا معرفه الله تاتي بالسلام والخير والراحه للانسان وايوب كان انسان متقي وتعدب كثير وحتى يقول ذاك الكلام فما قالوش من دين او من علم لكن من اختبار بينه وبين الخالق طبيعي فعشان كده جيد ان احنا نتعرف منين جات العبادات الاول وبعدين نعرف من هو الاله الحقيقي وكيف عرفنا الله اوجد غرائز في الانسان تختلف عن الغرائز التي اوجدها في الحيوان في غرائز مشتركه يعني مثلا العاطفة موجودة في الإنسان والحيوان والطيور غريزة الأكل نفسها الحيوان بيأكل الطائر بيأكل يأكل الإنسان يأكل. بيأكل لكن الله ميز الإنسان بعقل يفكر ويخلق جاي منين العقل ده؟ جاء أساسا من نسمة القدير في آية بتقول ونسمة القدير تعقل قيلوا هم ودي اللي ميز الانسان حتى في خلقه يعني لما الله خلق الكائنات الحيه خلق الكائنات الحيه بكلمه قال فكان امر فصار ليكن فكان فكان لكن عند خلق الانسان الله في مجمع لاهوت الله مجمع مشوره الله الله بيتكلم مع ذاته نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا ميزه عن كل الكائنات الحيه في الأصحاح الثاني من سفر التكوين بيدينا صورة كاملة لخلق الإنسان يعني على صورة الله تكلم مع نفسه وقال لنصنع لنخلق فخلق يعني الإنسان فيجي في أصحاح اثنين يقول وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار, آه فصار آدم, آدم نفسا حيا. حي نفسا خالدة ومن هنا الانسان اصبح في داخله في كيانه الشخصي غريزه وميل للعباده والتعبد لما يسمى الاله فحتى الانسان اللي ضل السبيل وتحول عن عباده الله الحي الحقيقي خلق لنفسه الهه تتوافق مع فكره ذهنه ولكن ف... الله خلق الانسان ووضعه في آه نسمه كيف كيف انحرف؟ انحرف ما ده الغريزي الشيء الغريزي الشيء الطبيعي الموجود في الكيان البشري ابتدى يخلق إنسان لأن الله لم يراه أحد قط صح فهو عاوز الإنسان إله يراه فعمق ناس عبدت الشمس مم على أساس مرتفعة ترسل إشعاع وضوء ونور وترسل حرارة قال لك دي ما فيش أعظم من كده تاني في ناس عبدوا القمر قال لك القمر بنور في الظلام <applause> وفي ناس قال لك لا نزعل الشمس ولا نزعل القمر، نعبد ده بالنهار وده بالليل. فيقول الكتاب عنهم عبدوا جند السماء. وفي اللي عبد حشرات زي الفراعنه زمان عبدوا حشره اسمها الجعران. ايوه ومن هنا اتت عباده الاصنام. لكن يظل الله الحي الحقيقي هو الله الحي الحقيقي. حتى ولو انحرف الانسان وابتعد لكن يظل الله هو الاله الحي الحقيقي. م. هنا دخلنا الشيء ده الى شيء مهم وهو لا يمكن ان نعرف الله معرفه حقيقيه من خلال الغرائز او من خلال العقل. فالعقل يفكر ويبتدع. نبوخذ نصر لما ابتدع وفكر عمل اله طوله ستين ذراع. يعني طول فيه على قد ما قدر. وطبعا في نسبه وتناسب ايده لازم تتناسب مع طوله حجم عيونه لازم تتناسب مع طوله عرضه فيعني اله يملى العين زي ما بيقولوا فالعقل يخلق يصنع الهه ليعبدها لكن الله لان الكتاب المقدس عرفنا لم يراه احد قط إذن لكي نعرفه فنحن نحتاج الى ما يسمى الاعلان فبدون الإعلان لا يمكن أن نعرف الله لأننا لم نراه فإن كان الله موجود يبقى يتفضل مشكورا على خليقته بالإعلان عن ذاته وبالإعلان عن وجوده وبالإعلان عن محبته إحنا محتاجين إلى الإعلان هو يعلن ونحن نؤمن يعني مهمة قوي ألاحظ الاثنين توأمان لا يفترقان الإعلان والايمان وما يعلنه الله عن ذاته انا اصدقه واقبله بالايمان والا ان لم اصدقه صار الله كاذبا وده قال الرسول يوحنا في رسالته الاولى من لا يصدق الله فقد جعله كاذبا فلما الله يقول لي انا موجود بيقول لي موجود ويديني الادله والاثباتات لما يقول لي هو مين هيقول لي الادله والاثباتات يشرحها لي لما يقول طبيعتي أنا محبة وقداسة لازم يشرحها لي ده الإعلان م. الإيمان بقى يخليني أصدق ما أعلنه الله مرات كتير البعض يقول لك إيه؟ أفهم ثم أؤمن م. لا معكوسة في الرسالة إلى العبرانيين يقول نؤمن فنفهم بالإيمان نفهم م. يبقى إذا مش ممكن أبدا نفهم إلا إذا آمنا وصدقنا الله بالإيمان نفهم بالإيمان نقدر نفهم أن الله عمل العالمين لكن من غير الإيمان ما نقدرش نصدق حاجة تانية بالإيمان يمكن إرضاء الله لأنه مش طالب مني أكتر من الإيمان بدون الإيمان لا يمكن إرضاء الله فهو يعلم وأنا أصدق وأؤمن ولكن الناس في بلداننا عندهم دين يصلوا ويصوموا ويسكوا إلى آخره فهم كذلك عندهم هذا اليقين أنهم يرضوا الله حرداء الله يعني ده نيجي بعدين دي نزعة إنسانية لكن أنا عاوز أوصل على الإعلان الإلهي عن الله الله أعلن لنا عن وجوده الله موجود؟ نعم واحد يمكن مشاهد يقول لك أنا لا أؤمن بوجود الله بس الله بيقول انا موجود بس انا مش مصدق يبقى اذا انا محتاج الاعلان ده يبقى واضح ليا ولغيري كيف اصدق ان الله موجود الله اعلن عن وجوده مش بطريقه لكن بعده الطرق من ضمن الطرق اللي اعلن الله عن وجوده ده الاعلان الاول الاعلان عن وجود الله من ضمن الطرق اللي اعلن الله بها عن وجوده كما تفضلت الاصحاح اللي قريته في مزمور 19 السماوات ولما يقول سماوات يبقى مش سما بقى ده بقيت سماوات وما دام قلنا السماوات يبقى نقول كم سما لا هم سبعه ولا تسعه لكن الكتاب المقدس بيقول في سماء الطيور خلق طيور السماء بعد كده يقول خلق جند السماء السماء الثانيه وبعدين يتكلم على فردوس النعيم اللي فيه ارواح المؤمنين السماء الثالثه طيب خلينا هذا السماء موضوع اخر لا لا مش استنى موضوع استنى اخر عندك استنى, 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 ب... استنى ب... عفوا بس الأخ هل... انا انا أسفة قطعنا الكلام بس في ناس مثلا ما حصل معايا عندي اخت مؤمنه بالمسيح وكانت شاديه بيعرفها الاخوه بس فجاه بقت بتتسائل وتقول بس انا بؤمن بوجود الله وبؤمن ان المنظومه 19 يثبت الحاجات دي وفي السنه الاولى والسنه الثانيه وما بعد اللانهائي ده مش عرفني انا ان ممكن ما وراء الله ده زي ما تقول هي ديست يعني بتؤمن بوجود الله بس ما مش واضحه مين الله بتاعها اللي بي عنده ما هداء الاعلان رقم اثنين آه. ما انا يعني المشكله ان <applause> انت تدخلوا رحنا في الخط صرعنا اه اسس بالك يعني الخط الاول وجود الله ايه إثباتات وجود الله لما مم. ننقل بعد كده ونقول مين هو الله ساعتها نعرف فرق. انا اعرف ان الله لا نهائي آه. نعرف الاعلان الالهي اعلنه لنا الاب والابن والروح القدس آه، كيف الكلام آه. ده تم نكمل. يعني بنمشي خطوه عادة. خطوه علشان بس نقدر عادة. نوصل مع بعض مم. فالسماوات مش مسألة أنا بتكلم عن السماوات أقول مش موضوعنا لا أنا بتكلم <applause> على أساس هذه السماوات كلها بطولها وعرضها تتحدث عن خالق عظيم صح. مش بتكلم عن السماوات السماوات تحدث بمجد الله يعني تقول الذي خلقني شخص مجيد ومجده بلا حدود فائق فوق عقل الإنسان فوق أوه تصورات أوه أوه. وفكر الإنسان السماوات تحدث بمجد الله والفلك أمين. يخبر بعمل يديه يعني كل خليقة الله بتتكلم معانا عن من هو الخالق العظيم أوه. ده فالسماوات تحدث بمجده والفلك يخبر أمين. بعمل يدي أمين. في سفر أشعية يقول ايه ارفع عيونكم إلى العلاء بصوا لفوق إن كان في مقدوركم عدوا كواكب السماوات أو النجوم والكواكب كمان. مش ممكن حد يقدر يوصل لعدد عدد لا متناهي مش هيخلص كله دواء مستقر لا مش مستقر كله بيدور طب بيدور وما فيش كوكب بيخبط في الثاني لا لكونه عظيم القدره لا تفقد واحده منها يبقى اذا خلقها حطها بتلف في مدارات لكونه عظيم القدره فهو يحفظ الخليقه اذا الخليقه وحفظها يتكلم عن وجود الله بيقول لي الله موجود آه. نرفع لنا لفوق لازم وجود أفكر الله. آه. ده مين اوجده ده؟ لابد من وراه خالق انا بتكلم عن كيف اؤمن ان الله موجود؟ للناس اللي بيقولوا الله مش موجود. تفضل آه. اخي يوحنا اذا ان الكون يعلن عن وجود الله وهذا شيء عظيم صحيح صحيح وده كلام معقول وعين وعين العقل ان الكون الفسيح م. يعلن عن خالق عظيم قد خلقه م. فمن الذي ابدع واوجد هذا الكون الفسيح م. لا يمكن ان يوجد الكون نفسه على الاطلاق لا. في نظريه بتقول كل مسبب لا كل سبب له مسبب, مسبب. وكل موجود له موجد م. اما المسبب الاول والموجد الاول فلا مسبب له ولا موجد له دي نظرية على فكرة قالوها الماركسيين يعني أنا الترابيزة دي ما وجدتش نفسها في واحد صنعها بس اللي صنعها ده يعتبر في آخر صنعه لغاية ما نوصل للمصنع الأساسي الموجد والمسبب الأول لا موجد ولا مسبب له كائن بذاته لا يخلق لكنه يخلق وده هو الله <applause> عشان كده الكون الفسيح العظيم والوجود كله اوجده الله الرائع المسبب الاول وعشان كده مهما قال الانسان مفيش اله يظل الكون ينادي ويقول من ورائي خالق عظيم وده الشيء الاولاني اللي احنا بنقوله عن وجود الله او ما يعلن اعلنه الله عن وجوده الشيء الثاني اللي يعلن عن وجود الله الانسان نفسه وجودي انا مم. يعلن عن وجود الله طبعا اذا انكرت وجود الله انكر وجودي ايوه صح ليه لأن فيه موجد ليا هو اللي اذا قلت لا انا موجود بالتطور والانفجار الكوني فهذه ضلاله كبرى فعندنا كائنات حيه كتير كم ك... عفوا في التعبير وان كان صعب كم حمار صنع طياره <applause> وكم بقرة صنعت موبايل تاكل وتشرب وتتناسل وتموت لكن ليه احنا كبشر كل يوم بنخلق ونصنع لان عندنا عقل من وراء هذا العقل الكبير ده مين لابد ان يكون هناك عقل جبار اوجد هذا العقل احنا بنستغرب على لما عملوا الكمبيوتر كان في استغراب واستعجاب واول ما صنعوه كان قد الغرفه دي او اكثر تعال النهارده في جهاز صغير يوصلك للعالم كله يعني الانسان كل يوم طب مين اللي اعطى للانسان هذا العقل فوجود العقل في الانسان دلاله على وجود العقل الاعظم والاكبر الذي اوجد هذا العقل الحاجه الثالثه في الانسان نفسه في غريزه اسمها غريزه التوكل على اخر. يعني ما تلاقيش اي كائن حي يرجو اتكال على اخر، لكن الانسان دايما حتى اللي ما يؤمنش بوجود الله في الصباح يقول له توكلت عليك يا الله، مين الله بالنسبه له؟ يقول لك الله مجهول، بس انا بتكل عليه. دليل على أن معرفه الله ظاهره فيهم. لان كتاب في روميه واحد يقول لك الله اعلن عن ذاته للانسان. اعلن عن وجوده يقول لك معرفه الله ظاهره فيهم لان الله اظهرها لهم لان قدرته السرمديه مدركه بالمصنوعات التي صنعها. اذا الله يعلن عن وجوده من خلال الكائنات الحيه من خلال الانسان نفسه الذي خلقه او من خلال الأشياء المحيطة بينا كلها بتتكلم عن خالق وبارئ عظيم إذا الله موجود الإعلان الثاني اللي أعلنه الله لينا من هو الله؟ من هو الله؟ كل واحد فينا بيتخيل بطريقته الخاصة واحد بيتخيل الله طول وعرض وإيده ومكان سكناه والمكان اللي ساكن فيه في شجر ومش عارف فيه إيه كل واحد بيتخيل العقل الإنسان بيتخيل الكتاب المقدس الكتاب الوحيد الذي يعلن الله عن ذاته من خلاله يبادر أقول الخليقة تعلن عن وجود الله أما الوحي الإلهي الكتاب المقدس اللي اتكلمنا عنه في خلال الحلقات السابقة يكلمني فيه الله عن ذاته من هو الله ولما الله يقول لي هو مين أنا بصدق لأن أنا لم أراه الكتاب نفسه الكتاب المقدس يقول الله روح الله لم يراه أحد قط ما حد شافه واحد ما شفناهوش إذا كان موجود يعلن عن وجوده أعلن وعلى فكرة أعلن عن وجوده مش بالخليقة فقط ولا بخلق الإنسان فقط لكن أعلن عن وجوده بالحديث المباشر مع البشر يعني اتكلم مع آدم اتكلم مع قايين لما قتل أخوه هابيل اخنوخ صار معاه وحكوا مع بعض اتكلم مع نوح عن الطوفان اتكلم مع ابراهيم ودعاه اتكلم مع موسى وبعد كده اتكلم الى الانبياء عشان كده اتكلم بطرق مختلفه وانواع كثيره بيقول للبشر انا موجود اذا ما كنتش اصدق الخليقه ولا اصدق خلقي انا الجميل البديع اللي خلقني فيه خليني اصدق كلام الانبياء الله تكلم مباشرة لو تكلم مع واحد فالشهادة قائمة على واحد لا تصدق لكن تقام كل كلمة على فم الشاهدين أو ثلاثة الرب كما ذكرت تكلم مش مع واحد ده تكلم مع آدم وتكلم مع قايين وتكلم مع أخنوخ وتكلم مع نوح وتكلم مع إبراهيم وتكلم مع إسحاق وتكلم مع يعقوب وتكلم مع موسى وتكلم مع يشوع وتكلم إلى الأنبياء هل معقول دول كلهم كذبوا علينا لما يقولوا الله موجود عشان كده الله اعلن عن وجوده طب يا رب انت موجود انت مين يقول لي انت ما انا اللي هقول لك انا مين وانت تصدق وبدي مثال بسيط اقول مثلا انا قاعد مع الاخ منير وبعدين الاخ منير بساله سؤال حضرتك مين فقال لي انا منير عزيز بعد شويه بسلم عليه بقول له اهلا يا اخ عبد المسيح يقول لي انا مش عبد المسيح جبتها منين دي انا بقول لك انا منير أقول له بس أنا شايفك عبد المسيح. القصة مش شايفك، القصة هو قال لي منير لازم أصدقه. مش أقعد بس أنا مش مصدق إنك أنت منير، لا 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 لا، أنت عبد المسيح. عفواً في التعبير أي واحد يصفني بالجنون لأنه هو بيعرفني بنفسه. لما الله يقول لي هو مين، أصادق وأنحني أمامه وأسجد وأقول له شكراً لأنك أعلنت عن ذاتك ليا. لكن علشان أنا أدعي المعرفة وخلق الله بطريقتي ما ينفعش عشان كده احنا محتاجين الى الاعلانات الالهيه على الدوام فاعلم في الكتاب المقدس انه هو روح قال رو... الكتاب قال إن... لنا قال وهو قال الله روح حاجه تانيه قال انا واحد ما دام قال انا واحد يبقى معناها لا اله الا الله تمام عشان طبيعي ليه لان لو في الهين ما نقدرش نقول لا إله إلا الله لا لا إله إلا الإلهي أو الثلاثة لكن هو بيقول يا إسرائيل إلهك إله واحد ربك رب واحد أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل يبقى إذا أعلن لي في الكتاب المقدس أنه واحد ولا تعدد للآلهة وبالمناسبة في أكثر من مئة آية تعلن أن الله واحد ولا إله سواه التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض لأني أنا الله وليس آخر ليس سواي عشان كده نؤمن بالإله الواحد ولا نؤمن إطلاقا بتعدد الآلهة ليه؟ لأن الله أعلن عن ذلك هو اللي قال مش أنا قلت لا أنا أرى ذلك ما ينفعش لكن هو اللي قال فأنا صدقت وأمنت أن الله واحد وده شيء عظيم يبقى قال لي هو روح قال لي هو إله واحد بس عندما قال لي إله واحد قال لي خلي بالك انا حي انا حي طب ما دام انت حي يبقى كل ممارسه الحياه كاينه فيك يعني يتكلم يعني يسمع طب يفرض ال الشي السؤال يفرض نفسه طب اذا كان بيتكلم بيتكلم مع مين قبل ما يخلق بسال واحد مره بقوله الله كليم قال لي طبعا قلت له تكلم مع مين قال مع سيدنا ادم قلت له قبل ما يخلق سيدنا ادم تكلم مع مين؟ قال مع الملائكة قلت له يا أخي قبل ما يخلق الملائكة تكلم مع مين؟ سكت قال قلت له ما حاجة من الاثنين يا يتكلم يا ما يتكلمش إذا كان يتكلم مع الملائكة وتكلم مع سيدنا أدم وقبل كده ما بيتكلمش يبقى كان شيئا وصار شيئا آخر عندما خلق يبقى حصل تغيير في الله وكون الله يتغير أنا ما أقبلهش كإلهي أبدا لأن أنا أؤمن بإله لا يتغير ولا يعتريه ظل دوران قال لي فعلا ان الله يغير ولا يتغير قلت له اشكرك كتير جاوبنا على سؤالي مع من كان يتكلم معضله لكن الكتاب عرفها لي مم. عرفها لي بس هجاوبها بعد لحظات طيب الله محبه أمين. الله محبة. محبه دي طبيعته ده اعلان اله اعلن لي في كتابه المقدس انه هو الحب كله الله محبه السؤال بحب مين لا يمكن أن تكون طبيعة الله فاشلة ثم ناجحة أو كامنة ثم ناشطة ينفعش إذا كان كليم يبقى فيه اللي يسمعه وإذا كان محب يبقى لازم يكون فيه محبوب محبوب لازم يكون فيه محبوب يعني أحب اثنين أحب مين هذا سؤال تاني السؤال التالي الناس على الصبح تصحى وكل يقول صباح الخير واول ما اروح للشغل ولا ايه يا رب يا ابو الكل صح كده ولا انا غلطان صح, صح, كلنا كناطقين باللغه العربيه ما اعرفش الفرنساويين لاني ما بعيشش ولا الامريكان ما اعرفش اخبارهم ايه ولا الاسترال لكن اعرف ان احنا كعرب اول ما نصحى الصبح كل واحد يروح شغله يرفع وشه لفوق ويقول يا رب يا ابو الكل صح ولا مش صح طيب امتى حضراتكم بقيتوا اباء او امهات انا بقيت اب لما الرب اداني ولد فنادوني باسم ابني عواطف اتغيرت مشاعري اتغيرت لاني بقيت اب طيب نرضى على الله ان يبقى اب لما يخلق ومشاعره تتغير ولا الحب كائن فالله ومشاعره لا تتغير الله لا يتغير طبعا يبقى اذا الله اب السؤال اب من امتى واب لمين دي انا عاوز بس اجابه للثلاث اسئله دول ده الاعلان الالهي ما تلاقوش غير في الكتاب المقدس وهو ان الله الشخص الرائع ده كليم يتكلم مع مين الشيء الثاني الله محب بحب مين رقم ثلاثة الله اب اب المين ما فيش كتاب يجاوبك على هذا السؤال يجي الاعلان الالهي بقى يقول خد بالك انا كليم سميع يعني في كيان الالهي وانا بدق على كلمه الكيان الالهي بالذات يكلمنا. في الكيان الالهي في اللي بيتكلم وفيه اللي يسمع. بيسمع يسمع. في الكيان الالهي في المحب وفي في المحبوب. المحبوب وفي الكيان الالهي في كمان الاب والأبن, والإبن. والابن تمام مش مساله ثلاث كراسي وثلاث عروش زي ما لا هو فعلا. ده الله في كيان. فعشان كده الاب والابن هنا يجي السؤال بقى السؤال الله حي لسه كنا بنقول حي طبعا. كون الله حي يبقى فيه روح الروح ده روح مين؟ نيجي للاعلان الالهي في الكتاب المقدس في متى عشرة يقول عن الروح القدس روح الاب روح في غلاطيا اربعه يقول روح الابن فالروح القدس لان الله قدوس هو روح الاب هو وروح روح, روح الابن, الابن. كون اثنين وروح واحد يعني. يبقى الثلاثه لازم يكونوا ايه؟ واحد. لازم يكونوا واحد. واحد يبقى لا اله الا الله واحد. يبقى اذا الاعلان الالهي عن الله هو لا أعلنوا لا. لينا في الكتاب المقدس من سفر التكوين لسفر الرؤية لا. هو الأب والابن والروح القدس، قدس. مش واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة لكن لا. واحد, في واحد, واحد في واحد في واحد. واحد الأب في الابن، الابن في الأب، الروح القدس روح الأب، روح الابن واحد في واحد في واحد, واحد. يساوي واحد, واحد. 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 إذا الله واحد مش أحد عظيم عظيم اخ حليم لان هنا اللي بتشرحونا جميل جدا لانه بيحل مشكله التالوت اللي احنا جايين من الخلفيه بتاعتنا كانت صعبه لناس كثيره وان شاء الله الاحباء اللي بيشوفوها تكون يعني رد جميل لهم امور سهله وبسيطه بس آه. عندنا عقل يتفتح عندنا ذهن يستقبل على ايه حال انا هركز في الموضوع ده اكتر شويه إن شاء كمان عشان في حلقه قادمه آه. ان شاء الله اخ منير نعم <applause> اخ منير خادم المسيح نعم <applause> عندك شيء تحب تقوله؟ احب اقول باختصار ترنيمة مقصيراً بها بها نكمل صغير بس بيقول أنت بالحب الغني أوجدتني نعم. وبذات الحب قد أحييتني <applause> أنت بالحب الغني أوجدتني وبذات الحب قد أحييتني عندما أسلمت فاشتريتني وأنا الموثوق قد فكت يدا أنت نهر سيدي اسم مدى طهرا ذاتي وقدني للمياه عرفني العمق فيك ورني أيها القدوس يا رب الحياة شكرا شكرا منير أيها القدوس عرفني فهو عرفنا عن ذاته اللي يحب يتعلم من السماوات عنده ما يتعلم اللي يحب يمشي كما نقول نيشان مباشرة ديريكت للكتاب المقدس يستفيد كثير منه كين ضمير الإنسان كذلك اللي طارطا تهمه طارطا يبرئه لكن الصليب هو موجود على سطح تاريخ البشريه وهو يشهد على ولي محبه الله انه يسوع المسيح اللي قال عرفتهم اسمك في صلاته الرائعه عرفتهم اسمك وعرفتهم الحياه الابديه وهذه الحياه الابديه هي ان يعرفوك وهذا هو دعاؤنا عزيزنا المشاهد انك تعرف المسيح بأي طريقة بحث لأن المسيح واقف على الباب وهو ينتظر أنك تفتح الباب هو ما يدفع الباب تفتح الباب من الداخل ففتح قلب حياتك افتح له حياتك خليه يدخل في حياتك هو يعرفك الحق وهو يحررك وعنده الحل المسيح حي هو معك كل يوم ونقول لك لتكن نعمته وسلام معك كل يوم نعم شكرا والى اللقاء امين